اسمي تغريد رأفت جابر الجرة، عمري 17 سنة، أدرس في مدرسة شهداء خزاعة ثانوية للبنات. المدرسة بعيدة عن السياج الحدودي 700 متر، صار في إطلاق نار علينا، فزع خوف، فعملنا إخلاء لتحت للطابق الأول، حطينا أيدنا على راسنا وبعدين أخلينا المدرسة. كان في تنسيق مع الصليب، بعدين إجي طلعنا وطلعنا برا المدرسة. يعني لما يطلع جب الاحتلال وإحنا نشوفه بنلتفت له، بنبطل ننتبه للحصة، بنام وأنا خايفة لدرجة أنه أنا بصحى الصبح يعني ماليش نفس أروح على المدرسة. في المدرسة بيقولولنا جيبوا يعني إشي تحميكوا، كمامات، أي حاجة أنه عشان نحمي هذا أنفسنا من الغاز المسيل للدموع. رسالتي أنه أنا نفسي لو يوم واحد أعيش في أمان، أشم هوا نقي، نفسي أنه أنا ما أشوفش كل يوم جرحى، ما أشوفش شهداء، ما أشوفش يعني أهالي بعيطوا على أهل يعني على أولادهم، أطفال، كله هذا كل أحلامهم اتحطمت من وراء الاحتلال الإسرائيلي.